ورح نروح لنستقبل تاني ضيوفنا لليوم يا ليلى. تماما يا رشا، ورح نحكي عن الموضوع الشغل الشاغل يمكن لكل الناس وايضا لكل العالم، التوهج الشمسي اللي حدث بصباح يوم الجمعه 10 ايار لعام 2024. توهج شمسي قوي من البقعه الشمسيه بالربع الجنوبي الغربي من الشمس، وكمان في كثير تخوفات واحاديث متداوله بين الناس، وايضا تنبؤات انه ممكن يحصل انقطاع بالتيار الكهربائي، ممكن ينقطع الانترنت. هدول حديثنا وشغلنا الشغل، هذا اهم شيء، هذا شيء مخاوفنا اليوم يا ليلى. ولكن مثل ما لاحظنا احنا بالايام الماضيه كان في شبه انقطاع الانترنت، يعني صحيح. هو شغال بالهيئه العامه بشكل عام بس ولكن هو فعليا كان جدا سيء. اليوم هي الظاهره اكيد كان لها تاثيرات على الارض بشكل مباشر او غير مباشر، رح نحكي فيها مع ضيفنا لليوم. بس ولكن خلينا نقول انه هذا التوهج هو رابع اقوى توهج شمسي في الدوره 25 من حيث ذروه تدفق الاشعه السينيه، رح نحكي اكثر. وضيفنا لليوم هو من اهل الدار اكيد، الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. صباحك رشا، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، مثل ما تفضلت نورتنا. فقنا على من 6 أيار لليوم على أخبار متتابعة من شمسنا هذا النجم دكتور الجميل المحبب القريب إلنا، لكن ما بعرف شو صاير له اليوم. تماما دكتور، لكن بالبداية خلينا نعرف أول شيء شو هو التوهج الشمسي أو الانفجار الشمسي ونحكي عن هي الظاهرة. تمام جدا. هلا يمكن هذا المصطلح ما كتير كان مطروق. هو بشكل عام شمسنا عبارة عن نجم ملتهب. هذا النجم الملتهب أحيانا بيكون على سطحه أماكن أبرد من أماكن أخرى. هذه الأماكن الباردة تسمى البقعة الشمسية، وهي تدور يعني تتنشط كل 11 سنة. كل 11 سنة بيكون في عندنا نشاط للبقعة الشمسية. هذا العام هو الدورة رقم 25 لهذا النشاط الشمسي. الدورة 25 بدأت دورة طبيعية مريحة، ما في أي إشكال. إذا كان عندنا بقعة شمسية مستقرة، فجأة من 6 أيار لاحظنا تشكل، خلينا نقول 5 أيار تشكل بقعة كبيرة. يوم 6 أيار وهذا اليوم المفصلي بالنسبة لنا كسوريا لأنه كان الانفجار مقابل لسوريا، 6 أيار هذه البقعة تضخمت إلى 16 ضعف حجم الأرض. يعني تخيلوا الحجم الهائل، 16 ضعف حجم الأرض. فكانت كمساحة على سطح الشمس مساحة هائلة، فكانت مشاهدة. فهذه البقعة انفجرت أول مرة بستة أيار، بعدين تبعها انفجارات متتالية، ثم بعشرة أيار انفجار ثاني من القوة، 11 أيار كان انفجار محوري. نحن ستة أيار محوري لسوريا، لكن 11 أيار كان محوري للعالم. 12 أيار بدأت هذه البقعة تستقر وتدور مع الشمس للوجه المقابل، الوجه الذي لا يشاهدنا الأرض، وينتهي خطرة. إذن هذه البقعة بشكل بسيط هي عبارة عن منطقة احتبست حرارة على سطح الشمس، احتبست احتبست احتبست، بعدين فجرت. هذا الانفجار يرسل بجسيمات مشحونة بشحنات أيونية كهربائية، يعني كأنه تيار كهربائي ينطلق من الشمس. مشان هيك نحن نوهنا وأكدنا أنه هي ما بتأثر على جسم الإنسان، هي فقط بتأثر على كل شيء له علاقة بالكهرباء. مثل ما تفضلتي رشا، الإنترنت، الشبكة، التوابع الصناعية، البث الإذاعي والتلفزيون. يعني يوم الجمعة كثير ناس ببيوتها حاطة على الإخبارية السورية، هو تلاقوها مشوشة، اتصلوا بعامل الستلايتات تاع عدل التوليف، هو ما صار تغير بالترددات، كل شيء صار انه تماما التاثيرات اللي صارت اجت ودخلت. هلا نحن 6 ايار بسوريا كان الانفجار من النمط اكس 4. شو معنات اكس؟ هي قسموا الانفجارات العلماء الى 5 مستويات، اي بي سي ام اكس. الاي بي سي ام ضعيفه، الاكس هي الخطيره. نحن دائما بنتحدث عن الاي بي سي ام الضعيفه اللي ما لها تاثير وعندنا حقل مغناطيسي بصدها، لكن الاكس الحقل المغناطيسي للارض بيضعف احيانا. فاللي حصل يوم 6 ايار انه كان عندنا نمط انفجار من نوع اكس 4، يعني نسبيا قوي لكن مو هالقوه اللي بتاذي. هذا كان مقابل سوريا تماما. فيوميتها صار في تشويش على الامواج الراديويه، شوش على بعض الاذاعات، على ترددات، على الى اخره. قلنا خلاص انفجرت البقعه وارتحنا. ولكن 10 ايار رد صار في انفجار ثاني للبقعه، لكن من النمط اكس 3، يعني نزل المستوى. قلنا ماشي الحال، يعني هاي البقعه عم تنازع،
طالما انخفض المستوى ليستيقظ العالم يوم السبت 11 أيار بالساعة 1:25 دقيقة بالتوقيت العالمي 4:25 دقيقة بتوقيت دمشق فجرا على انفجار من النمط X5.89. لو وصل الـ X7 رشا ليلى ما كنا الآن عم نعمل هواء، ما كان في أقمار صناعية أساسا. شو كان صار دكتور؟ شو كان صار؟ هلا حقول شو صار وشو لو قويت شو كان صار. هلا لما كانت X5.89 تأثيرها كان خاصة بشمال أوروبا، شوهد الشفق القطبي بألمانيا، بإسبانيا، بالبرتغال، بتركيا، بالجزائر، بليبيا، بالمغرب، يعني دول لا تشاهد الشفق القطبي شافت الشفق القطبي. تحت الهواء كانت الأستاذة اللي عم تقول لي أنه شافت فيديوهات عن الشفق القطبي، انتشر بطريقة كتير واضحة وحلوة، كان ترند بالأيام الماضية. الشفق القطبي اسمه شفق قطبي، إذا هو قطبي. لما يكون بالقطب فالأمور بخير، لما يصير الشفق ما له قطبي هون الكارثة. لما شوهد الشفق بالبرتغال وبإسبانيا واواوا إلى آخره، هذا معناته أنه تسربت شحنات كهربائية من الغلاف الجوي، لم يستطع الحقل المغناطيسي صد هذه الرياح الشمسية ودخلت إلى الأرض. سمعنا لهلأ ما انحصلت كل الأضرار، لكن سمعنا بمحولات تيار كهربائي تعطلت في بعض الدول مثل روسيا مثل أوروبا، سمعنا بانقطاع الخدمة تحديد المواقع ب 89% من دول شمال خط الاستواء، سمعنا طبعا كلها موثقة، سمعنا بتعطل 7 أقمار صناعية وتوقف معظم التوابع الصناعية لساعات. تأكد لدينا أن رواد الفضاء الستة بمحطة فضاء دولية انحبسوا بالغرفة المعزولة عشان ما يتأثروا، يعني هلا صاروا محبوسين يا حرام بغرفة صغيرة. لليوم قبل ساعات من لقائنا كانت البقعة خلصت، يعني ما عاد واجهتنا. طيب شو كان صار لو اجانا X7 لو كانت اقوى شوي؟ كنا تذكرنا حادثة كارنغتون عام 1859. عام 1859 ما كان عندنا هالتقنيات كلها، كان كل شيء عندنا يا تلغراف، ورغم ذلك انفجر، صار هناك انفجار على سطح الشمس صنف من النمط X7. البطاريات تبع التلغراف تفجرت، كمان حطوا لي خط تحت البطاريات لانه هلا معظمنا عنده بطاريات بالبيت، تفجرت خطوط التلغراف اتلفت، كان في عندنا ضحايا، يعني عدد الضحايا كان نسبيا كبير، وصار في فوضى عالميه لمده 3 ايام. هذه سميت كارثه كارنغتون. اليوم الحمد لله نفدنا من كارثه اخرى بعام 2024. لو كانت X7 ما كنا الآن عم نبس على الهواء لأنه ما في توابع صناعية تبس. كان العالم عاش بظلام لأنه انقطاع التيار الكهربائي كامل، وبالتالي مثل ما يعني شبه ببعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه كأنه عدنا للعصر الحجري، أن التيار الكهربائي كله رح ينقطع عن العالم مع الإنترنت مع الاتصالات، أهم شيء الاتصالات. وتخيلوا أنه الاتصالات تقطع عن العالم، قديش العالم بيصير بفوضى. صحيح. الحمد لله نفدنا منه. اليومين لهالساعات العالم كله كان واقف مثل ما بيقولوا على رجل واحدة، خاصة السويد، دول أوروبا، روسيا، شمال أمريكا، كل هالدول عانت، هي اللي استقبلت الصدمة الأكبر. الحمد لله نحن الانفجار الأول 6 أيار كان لعنا كان خفيف، فبفضل رب العالمين ما شعرنا، عدينا المرحلة. ولكن حضرتك ذكرت انه العالم كانت خايفه عم بتراقب، وانتم اليوم دوركم كان جمعيه، اكيد كنتوا ايضا مراقبين للحدث الفلكي بشكل كثير دقيق، تخوفين من اي شيء ممكن يحدث. اليوم اطمنتوا يعني تمام. ولكن هدول الساعات ما مرقوا بشكل هين مثل ما بنقول، كيف كنتوا عم تعيشون؟ كيف كنتوا عم تتراقبوا الحدث؟ ذكريات يا رشا، يعني بتذكرنا بتنذكر وما تنعاد قصه الزلزال. اولا نحن بالمرصد كنا عم ننقل مباشره صور البقعه الشمسيه نراقبها، يعني انا عم احكي لكم واشرح لكم بس الشوف غير الحكي. يعني لما تشوفوا انتم هالبقعه وهي عم تتوهج، هي البقعه مخيفه، نحن عم نحكي على 16 حجم الارض. تخيلوا انتم جرم ما يعني او شيء ما عم يواجهنا هيك بوشنا وعم يرسل الانفجارات. كانت ايام مرعبه بصراحه. نحن بالنسبه لنا كمرصد فلكي سوري صرنا ننقل مباشره من المرصد سواء للناس حتى تقدر انه نحن عم نعطي متقدر حتى تتابع انه نحن عم نعطي المعلومات الدقيقه والصحيحه، ونفس الشيء عم نتواصل مع العالم. يعني لما تختفي الشمس عنا عم ناخذ صور الشمس من الدول اللي تشرق عندها الشمس، فكانت بقعة شمسية صراحة وحدت العالم، يعني أزالت الحدود، فصرنا نتبادل المعطيات والمعلومات مع كل الدول، معلومات صور فيديوهات إجباري 100%، لأنه نتابع أول بأول. الانفجار اللي حصل ب 11 أيار حدث الساعة 4:35 فجرا، يعني بوقت الشمس مو طالعة عنا، لكن انفجار 6 أيار كانت الشمس 9:35 دقيقة صباحا، فالشمس كانت عنا.
فهذا الشيء اولا خلانا نصحى لا 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 لموضوع ما كان بالحسبان. هلا ما بدي كذب عليكم اقول لكم والله العلم كان متوقع، لا لا لا، الحقيقه ان العلم لم يكن متنبئ بهذا الشيء. كنتوا مراقبين الايام الماضيه فقط، وحتى مو بس نحن، كل العالم وما عنده رد فعل. يعني لو كانت اكس 7 ما عندنا شيء نساوي، بدنا نستقبل الضربه وتنتهي الكهرباء بالعالم كله، او حتى مو بس الكهرباء، التوابع الصناعيه مشان ما نركز على الكهرباء، التوابع الصناعيه، الاتصالات، الانترنت الى اخره، يعني كل شيء تكنولوجيا. لكن الحمد لله نفذت الارض. طيب. طبعا لم يسبق للارض ان تعرضت لهكذا حادثه الا بعام 1859، وبالتالي الان بعصر التكنولوجيا لا نعلم مدى تاثيره حيكون. فمشان هيك العالم اليوم فعلا بدا يعيد حساباته. لسه في تاثير الى بعد انتهاءها. حلو. هلا نحن عم نراقب ساعتنا الشمس، الحمد لله البقعه الكبيره هي 16 حجم الارض مشيت. هلا عندنا بقعه صغيره عم تتشكل، البقعه الصغيره انفجاراتها بسيطه ما لها مخيفه، لكن لساعتنا نحن بالدوره 25 تنتهي عام 2025. ففعليا ممكن تتشكل بقعه ثانيه من هون لعام 2025. نعم. بعد منا 11 سنه بنرتاح، بعدين تجي كمان 11 سنه فيها بقعه شمسيه. دكتور يعني فينا نقول تكرار الدوره الشمسيه كل 11 سنه تماما. لكن مو تكرار مثل هيك بقعه بهذا الحجم، يعني هذا الحجم كان استثنائي، كان غريب، كان مفاجئ، غير متوقع. نتمنى ألا يتشكل مثله، لأنه فعلا نحن صرنا بعصر التكنولوجيا، لا يمكن أن نتحمل قضاء على التكنولوجيا. ولكن مسألة وقت بصراحة، يعني ممكن 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة لقدام، وواضح أنه الشمس تتجه لزيادة البقعة الشمسية وتتجه لانفجارات أكبر. وهي بالعادة طبيعي، ها هي نجم، بالنهاية لازم نتذكر أنه ما يحدث هذا أمر طبيعي، سواء نحن عم نحكي عن الزلازل هو أمر طبيعي بالأرض، لما نحكي عن مثلا الأمطار هي أمر طبيعي بالغلاف الجوي، لما نحكي عن الانفجارات الشمسية هي أمر طبيعي لنجم هو نجمنا نحن نتبع له كأرض. تمام. فالشغلة طبيعية جدا، بس لا نبالغ، يعني للأسف بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالغت كثير. صحيح. لا، نعطي الموضوع حده. الآن البقعة دارت اليوم، يعني هلا انا قبل الهواء كنا عم نشوف الصوره الاخيره من المصر الفلكي، حتى هاللحظه كانت البقعه على الطرف، يعني الحمد لله ما عاد في، هلا حنرتاح، حن مثل ما بيقولوا ناخذ نفس. شفنا انه في بقعه جديده عم تتشكل لكن صغيره جدا، ما حتكبر الهيئه، واتوقع انه تمر السنه هي و رواية وقصة البقعة الشمسية تصبح ذكريات. إن شاء الله. دكتور خلينا نحكي شو أخطر شيء ممكن، يعني ذكرت حضرتك انقطاع التيار الكهربائي، أخطر شيء ممكن يحدث اليوم بالعواصف الشمسية أو التوهج الشمسي؟ كتير حلو. هلأ أول شيء بدي دقق على نقطة يمكن الناس شافت الأيام الماضية وحتى هاللحظة كنا عم نحكي معكم تحت الهواء على موضوع الطقس والمناخ. اليوم الانفجار الشمسي هو حادثة طبيعية، ظاهرة كونية، لكن ظاهرة مفاجئة، وبالتالي ما في دراسات وأبحاث بتقلنا يا ترى هل هذه الظاهرة هي السبب لهذه التغيرات الجذرية بدرجة الحرارة. يمكن لاحظتوا أنه عم يكون في فروقات حرارة 7 درجات. صحيح. يعني ما كنا متعودين عليها. هلأ عم نسمع مثلا هواء قوي، بعد شوي شمس قوية، شوب، يعني صرنا نحتار صيفي ولا شتوي. فإذا هل يا ترى الرياح الشمسية إلى علاقة بهذا الشيء؟ ما عندنا معطيات، لكن الآن نحن المديرية العامة للأرصاد الجوية بوجه لهم تحية عم ندرس تأثير البقعة الشمسية على شيء أخطر اللي هو شيء اسمه العواصف الترابية. الخوف الآن لاحظته من يومين كان الجو سديمي. صحيح. نحن الخوف أن يكون هناك ارتباط ما بين البقعة الشمسية ونشوء العواصف الترابية، وبالتالي قد يكون تحمل الأيام القادمة عاصفة ترابية. هون المشكلة بقى، هذا خلينا نقول من أكثر الأخطار التابعة للبقعة الشمسية. إضافة لهالشيء المناخ نفسه عم نحس ما عم ينضبط، ما في استقرار. فهل يا ترى البقعة الشمسية والانفجارات الشمسية وصل تأثيرها للطبقات الأولى من الغلاف الجوي، وبالتالي هذه الرياح التي نشعر بها هي عبارة عن التداخل الرياح الشمسية مع حركة الأرض؟ هذا السؤال الآن يحاول العلماء بالعالم أنه يجاوبوا عليه ويعطوا جواب لهالموضوع. لكن ذروة ما يحدث أو لا سمح الله سيحدث لو قابلنا بقعة شمسية كبيرة جدا وصار في انفجار كبير، أنه ما عاد يكون عندنا توابع صناعية، ما عاد يكون عندنا 3G و4G و5G، ما عاد يكون عندنا شبكات توليد التيار الكهربائي. نحن ما عم نحكي على التيارات داخل منازلنا، نحن عم نحكي عن المولدات الضخمة. البطاريات ستعاني من شحنات كهربائية حمل مفاجئ، وبالتالي قد تسبب تلف
بالبطاريات يعني ببيوت لا سمح الله بنلاحظ انه بعض البطاريات على فكره وثقت انفجار بعض البطاريات بنيوزيلندا البطاريات العاديه الجافه بسبب الحمل بسبب الحمل اللي اثر على حمل المواطن فيما بعد فاذا يعني اليوم حتى اللحظه العالم كله بلش بقى يحصر الاضرار المفاجأة كانت كبيرة يعني حتى يعني وكالات الفضاء مثل ناسا مثل إيسا مثل سبيس إكس كشركة خاصة نوهوا وحذروا من الانفجارات الشمسية لدرجة أنه بعض الدول مثل السويد هي لحالة أخذت القرار بقطع التيار الكهربائي خوفا من الأحمال يعني هي قطعت التيار الكهربائي يعني ولو نحن شوي طلعنا عن الموضوع يعني رب ضارة نافعة شوي نحن كنا استفدتم من عدم الإضاءة لتديهم تاخذوا صور تماما وثاني شيء استفدنا انه خلينا بعض تعرفوا نحن عانينا ظلم كثير كبير خلينا شعرنا انه الدول اللي ظلمتنا شعرت شوي من الظلم اللي وقعونا فيه يعني شوي معلش يعيشوا بهالانقطاع التيار الكهربائي ولو مصاعه نحن ما بنريد الشر لحدا ولكن يشعروا وين وصل يعني وين وصل وصلوا بلادنا بسبب حصار الاقتصادي الغاشم فهذا القطع نحن كنا نقول لهم لما كانوا يحكوا معنا ونقول لهم والله ما عندنا تيار كهربائي ما فينا مثلا نطلع هالوقت فكانوا يستغربوا شو معنى قطع تيار كهربائي شعني. اليوم اضطروا انه يقطعوا التيار الكهربائي وانه يحذروا من موضوع استخدام الجي بي اس وكان في مشاكل عالمية كتير كبيرة وبالتالي كان رد الفعل العالمي خلينا نقول متفاجئ ومصدوم اكثر ما هو عمل طيب دكتور هيك سريعا خلينا نروح للظواهر الفلكية بالايام القادمة هي حتكون عندنا ظواهر اخرى خلينا هيك نطمن الناس اليوم حينحصر هذا المنخفض وفي شيء بعده تمام هلا بالنسبة للظواهر الفلكية نحن بشيء اسمه إتا الدلويات اعتبارا من 15 ايار وطالع راح تشهد السماء هطل شهابي احتكاك الارض ببقايا المذنب الاشهر والاحب الى قلوبنا مذنب هالي هذا الاحتكاك سيولد بعد بقايا هذا المذنب سيحتك في الغلاف الجوي ويولد شهب تسمى إتا الدلويات قد تكون مشاهدة بعد الساعة 12 ليلا للأربعة فجرا بمنطقة عاتمة وهذا الشيء يمكن متوفر حتى صار ببعض الأماكن بقلب المدن فممكن مشاهدتها بالعين المجردة هذا يمكن أهم ظاهرة عنا قادمة إضافة إلى القمر العملاق الجزئي اللي حيكون ب 22 أيار الطقس للأسف اليوم ساعتنا عم نعيش بفصل الربيع وهو التغيرات الكبيرة لكن هاليومين حيضلوا كما هو مشاهد ومندرس أكثر يا ترى شو تأثير الرياح الشمسية هذا الشيء يعني عم حامل نسبته خلال الأيام القادمة يعني ممكن نشهد استقرار إن شاء الله أكيد الطقس. بعد أربع خمس أيام راح نشهد استقرار بس بيني وبينك أنا مبسوط أنه نتأجل استقرار لأنه استقرار معناته دخول فصل الصيف وفصل الصيف راح يدخل من أوسع أبوابه دائما دكتور مصر على المعلومة دائما أننا نحن بانتظار صيف ما أشهر ولهلا لسه بالعكس صار تماما المعلومه صارت مؤكده انه نحن متجهين بعد الانفجار الشمسي متجهين صعودا عالميا بدرجات الحراره يعني للاسف 2024 2025 بدي باكد ما زلنا بخضم ظاهره تسمى ظاهره النينو تؤثر عالميا اكيد راح يكون في ارتفاعات عالميه بدرجات الحراره وللاسف الشديد راح يكون صيف فعلا مزعج بالنسبه لنا كسوريا وبالنسبه للعالم للاسف اكيد دكتور شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اكيد بنتمنى السلامه لبلدنا ولكل العالم اكيد وان شاء الله هيك تكون مرقت على خير وما بقى تتكرر مثل ما ذكرت حضرتك امين يا رب اكيد شكرا لك الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه ليلى رشا يسعد صباحكم شكرا لكم. دكتور يومك حلو يومك اهلا وسهلا